لو الحكاية فيها إن فيتو ده كمان؟ ده ربنا يخليك. طيب يلا يلا مش مشكلة. ينسون الشيخ مصطفى ينسون يعمل لك شوية ينسون من اللي جايب الشيخ. والله الحمد لله الواحد الحمد لله طبعا وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى والواحد راضي بيه والواحد جرب يعني قبل كده يعني عمليتين قبل كده وقام وبقى احسن من الاول فان شاء الله باذن الله الواحد برضو ان شاء الله الفتره الجايه هيستعد كويس ويتاهل كويس عشان يرجع تاني في اقرب وقت ان شاء الله. انا بس كل طلبه من الناس اللي بتدعيني وكفايه حب الناس اللي الواحد شافه اليومين اللي فاتوا دول بجد فدي مسانده ليا قويه جدا ان انا ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله ارجع فسحه ان شاء الله. ده اصلا بعد ايه والله هو التاهيل ان شاء الله بيبدا طبعا بعد اسبوع او 10 ايام كده بعد ما برجع للدكتور احمد عبد العزيز تاني عشان يشوف بقى هو هيحدد لي ان شاء الله ابدا امتى التاهيل وهو برده اللي هيحدد ان شاء الله عوده الملاعب من خلال باذن الله فتره العيد اللي انا هعملها ان شاء الله والتاهيل هو اللي هيقدر يحدد هو اللي يقول لي هتنزل امتى بالظبط ان شاء الله. ربنا يخليكم وشكر حضرتك على